احنا هنستخدم كبده كندوز، تقدروا تستخدموا الكبده الضاني. الكبده الضاني انشف شويه من الكبده الكندوز، فبتحتاج انكم تزودوا لها شويه السوائل علشان تبقى طريه. اول تتبيله هتكون هنستخدم فيها السويت اند تشيلي صوص اللي هو الحار المسكر، وهنستخدم فيها كبده كندوز فيليه، هنستخدم فيها صويا صوص وميه اذا احتاجنا، يعني مش بالضروره ابدا ان احنا نحتاج الميه. انا مع الصويا صوص مش هحط ملح، ولكن احط رشه فلفل مع الكبده، يعني بالنسبه لي ضروريه جدا جدا، وعصره الليمون ضروريه جدا جدا برضو. فانا قبل اي تتبيل او قبل اي حاجه خالص هضيف عليها معلقه من عصير الليمون، ودي هتبقى ثابته معانا في كل التتبيلات او في كل حتى وصفات الكبده بصفه عامه. معلقه كبيره من عصير الليمون ورشة من الفلفل الأسود، أساسيين جدا جدا عشان نظبط بيهم الكبدة. بعد كده التتبيلة بتاعتنا زي ما قلنا هتكون عبارة عن صويا صوص، وأنا مستخدمة صويا دارك أو دارك صويا أو صويا الغامق، وده بيكون مركز وهنا مش لو صوديوم أو الصوديوم بتاعه مش قليل، وكميته لكمية الكبدة مظبوطة جدا، فأنا مش هستخدم ملح. وشكرا يا هبة، ومقادير الصويا صوص على الشاشة يا حبايبي. تمام. طبعا تقدروا انكم تتبلوا الكبدة وتشيلوها في الفريزر، او تتبلوها وتستخدموها على طول زي ما احنا هنعمل دلوقتي، او كمان تقدروا انكم تشيلوا التتبيلة في الكيس وانتوا ترجعوا تستخدموها بعد كده، سواء ليكوا في البيت او في المصيف، او تستخدموها في السفر وانتوا واخدين الحاجة بتاعتكم، مفيش مشكلة خالص، زي ما بنعمل في كل الحلقات بتاعة التحضيرات والتجهيزات والتتبيلات. نحط بقى الكبدة عشان ربنا يسهل لنا ويكرمنا، واحنا في الفاصل بقى ايه نتعامل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل الكبدة. طبعا النار لازم تكون عالية جدا، ولازم تسمعوا تشش وانتوا بتنزلوا الكبدة عشان ما تتشافش منكم. طيب عملنا اول تتبيلة، احنا شلناها اهو في الاطباق والاكياس زي ما احنا دايما متعودين، وكتبنا عليها انها تتبيلة الصويا صوص والسويت تشيلي.